جا الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تركوا ملذات الحياة وأقبلوا لله صوتا واحدا تبجيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبنائي الكشافين، أبنائي الجوالة، إخواني القادة، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم في مكة المكرمة، في مهبط الوحي، في مكان من أعظم الأماكن في مكة المكرمة، هذه المدينة المقدسة، هذا المكان الذي بعث منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. مكة بيت الله الحرام، مكة مركز الكرة الأرضية التي أثبت العالم الآن أن مكة المكرمة هي قلب الكرة الأرضية. هذه المدينة المقدسة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مكة هذا البلد المقدس، هذا البلد العظيم، هذا البلد الذي لم تبخل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتقديم كل ما في وسعهم من أجل مكة. لو شفنا مكة فيها شوارع واسعة، أنفاق عظيمة، توسعات كبيرة. الحرم الآن تضاعفت مساحة الحرم المكي إلى أضعاف كبيرة. حجاج بيت الله الحرام، والله حكومة خادم الحرمين تصرف الغالي والنفيس من أجل راحتكم. فنحن الآن في مكة المكرمة، علينا أن نحافظ على هذا المكان، علينا أن نحافظ على قدسية هذا المكان، علينا أن نحترم هذا المكان. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، وكان دائما يخرج إلى جبل حراء، غار حراء، إلى جبل النور وفيها غار حراء. هذا الجبل العظيم، إلا لو أحد طلع الجبل ده ودخل في الغار يرى الحرم ويرى الكعبة من نفس الغار. هذا الجبل يكشف مكة بالكامل. وعندنا جبل ثور، هذا المكان اللي فيه الغار، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة اختبأ فيه وكان معاه أبو بكر الصديق. الله سبحانه وتعالى يعني أراد لدينه النصر والإسلام والانتشار الكبير. الآن عدد المسلمين مليارات في كل بقاع الأرض. فنحن لابد يا حجاج بيت الله الحرام أن نهتم بنظافة مكة. أرجوكم، الدولة لن تقصر، البلدية لن تقصر في النظافة، شؤون الحرمين لن يقصروا في النظافة، الكل لن يقصر، ولكن هذا بيت الله الحرام، هذا المكان العظيم، هذا المكان الكريم. أرجوكم، يعني من استعمل منديل يضعه في مكانه في سلة زبالة أكرمكم الله. من خلونا نحافظ على النظافة. لا نقول إنه نحن الدولة جابت عمال وجابت وهم ينظفوا، لا، هذا مكان له قدسية عظيمة، مكان له قدسية كبيرة. أنت في بيت الله، تخيل لو إنك أنت في بيت وزيرك أو في بيت مديرك، والله ستحترم المكان اللي أنت فيه، فما بالك بيت الله الحرام، ما بالك مكة. الحقيقة أنا يعني ستشاهد صور عن أكوام زبالة في المشاعر المقدسة، أكوام زبالة للأسف. هناك من يفترش، حتى عمال النظافة ما يستطيعوا يدخلوا ينظفوا. يا حجاج بيت الله الحرام، ساعدونا
ساعدونا على أنه تكون مكة نظيفة وتكون المشاعر نظيفة. نحتاج إلى نظافة إخواني حجاج بيت الله الحرام. نحن المسلمين نحن أساس النظافة. للأسف إنه غير المسلمين بلادهم نظيفة. غير المسلمين لما يحجوا في الكنيسة، أنا رأيت هذا بعيني، دعيت فذهبت للمشاركة بصفتي أمين عام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم، فطلبت أن أذهب إلى دورة المياه. خرجت وجدت عالم ما يمكن ملايين جالسين يأكلوا ويشربوا. خلصنا، فخرجت أنا بعد الصلاة حقتهم يعني متوقع أني أرى أكوام زبالة. الله يا جماعة الخير، ما شفت منديل في الأرض، كل مين شال وصاخته معاه وأكياسه والمتبقية وشالها حطها في مكان مخصص للزبالة. ما بالكم نحن المسلمين ونحن في مكة في بيت الله الحرام في أطهر بقعة على وجه الأرض. لابد أن نحافظ على النظافة، وإذا شفنا حاجي رمى شيء نوجهه ونساعد على إزالة هذه، لأنه تعتبر هذا أذى. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا وجدت واحد رمى زبالة، رمى ورقة، رمى كرتونة، رمى، يا أخي شيلها، حتاخذ عليها أجر. أنا أرجو من حجاج بيت الله الحرام أن نعطي مكة قدسيتها ونعطي المدينة قدسيتها، وأن نحافظ على النظافة، وأن نتعاون مع الدولة في نظافة الحرام، في نظافة حجاج بيت الله الحرام. أنتوا جئتم من أجل العبادة، من أجل الصلاة، من أجل تلاوة القرآن. يا ليت توقف ساعة في هذا الحج لخدمة بيت الله الحرام. مو عيب أنك أنت ترتب المصاحف في بعض الدواليب، مو عيب أنك أنت تساعد العمال في النظافة، مو عيب انك انت ترى زمان يا حجاج بيت الله الحرام ما كان في عمال نظافة. هذه يعني فضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خادم الحرمين الشريفين انه يتعاقدوا مع شركات لنظافة الحرم. زمان كانوا اهل مكة هم اللي يقوموا بالنظافة، اهل مكة هم من يقوموا بالنظافة. انا والدي رحمة الله عليه كان له مكنسة في الحرم عشان يكنس بها، وكان في وقت محدد من الساعة كذا للساعة كذا يروح ينظفوا. مو عيب انه نحن نساعد هؤلاء العمال ونساعد، والله العمال اللي في الحرم بيقوموا بدور عظيم، دور كبير، دور رهيب. تخيلوا انت تطوف وهم ينظفوا لك صحن الطواف، انت تصلي وهم ينظفوا لك اماكن الصلاة، انت يعني الحقيقة حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل قصارى جهدها. وأحب أن أقول نقطة هنا، وأنا متأكد إنه خادم الحرمين الشريفين لو سمعها يمكن يزعل مني. ترى الدولة والله لن تستفيد مليم واحد من الحاجي. الرسوم اللي أنت تدفعها رسوم سكنك في الخيمة، رسوم خدمتك، رسوم مؤسسة الطوافة، رسوم النقابة العامة للسيارات للتنقلات، رسوم الدولة ما تأخذ ولا مليم. الدولة تصرف. رجال الأمن، رجال النظافة، رجال كلهم يأخذوا مكافآت من هذه الدولة الفتية. الدولة ما تأخذ مليم واحد من الحاجي يا جماعة. أنا أقول الكلام هذا وأنا مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تأخذ مليم واحد من الحاجي. المبالغ اللي يدفعها الحاجي مقابل السكن، دولته هي تؤمن له السكن. بيدفع 1300 ريال، هذه حقة المواصلات من مكة إلى جدة للمدينة، حقة الخيمة في عرفة، حقة الأشياء دي. لكن الدولة لا تأخذ مليم واحد، بالعكس ترجو منك الدعاء. أشكركم جزيل الشكر والتقدير، أتمنى لكم حياة سعيدة وحج مقبول وسعي مبرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل حجيج لربهم تهليلا بهم تبتيلا، سروا لمكة والفؤاد سرى بهم، والقلب صار موجها ودليلا. تركوا ملاذات الحياة وأقبلوا لب لله صوتا.
واحدا تبجيلا.